دخول المؤطرين البيداغوجيين كان هذه السنه مسبق عندنا مده اللي كاين نسطر ونوضع برنامج خاص ونحسن التكفل، حيث نشوف هذه السنه ان الكتاب المدرسي موجود في اليوم الاول، المنحه صرفت من طرف الاولياء قبل الدخول ووضعت في حسابات جاريه للاولياء، كذلك نشوفوا البرامج الموجوده خاصه بالاشاره او بالمكفوفين او بالمراكز الاخرى او بالاقسام الخاصه، ان جميع البرامج وضعت تحت المؤطرين ليكون يكون تكفل احسن بالاطفال.